السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم سويت لكم أكلة ملوك، أكلة البصاروة. بصرتنا الحبيبة الصامدة هذه أكلتهم المفضلة، أكلة ملوك يعني أسميها. واللي يريدون من يريدون يبيضون وجه ويا الفطار يسووا له هذه الأكلة ويقدموها إلى أهل البصرة الطيبين الحلوين، أطيب ناس، كل مسامعهم طيبة، طيبين لدرجة وحلوين. أي واحد يعني من يصير الحديث عن أهل البصرة الكل يمدح بيهم ويذكرهم بالخير دائما، وهم أهل الخير. وهذه أكلتهم المفضلة واللي قدموها للعزيز والغالي. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير مطبق الزبادي. يا محفوظين السلامة، هاليوم دا أحضر، عندنا زبادي، دا أحضر مطبق الزبادي. صار لي فترة يعني تقريبا من طالعة من العراق أنا ما طابخة زبادي، ما ماكلين مطبق الزبادي. صار لي مدة أدور على الزبادي بالسويد بالقوة على ما لقيت محل آخر شي يسعدهم وبس هذا الحجم صغار ومجمد. وقلت لهم إذا أكو بعد مكان عندهم، قاعدهم الناعم ما أريده لأنه الناعم مو طيب يطلع. فيعني كلش فرحت كأنما لاقي كنز، مو سمك زبادي. فاليوم راح نسوي الزبادي، هاليوم عندنا عيد طبعا. اول شيء راح اتبل هذا السمك الزبادي، اتبله بالتتبيله اللي عندي اللي هي نوم البصره، الكركم، الملح، الهيل، الفلفل الاسود. واحتاج البصل والمعدنوس للحشوه، وعندنا هنا الزبيب، واحتاج التمن. وقبل ما ابدي شغلت البخور وشغلت الشمع ابو الريحه لانه وسديت ابواب الغرف والصالون على مود ريحه تقلع. اول شيء راح ابدي اتبل الزبادي، راح اخلي شويه من النوم بصره والملح، هذه الخلطه ويا الكركم. وخليت الزيت على النار بس يسخن حتى ابدي اقلي الزبادي. اول شيء راح اخذ واتبل. قبل ما اتبل هما ما مسوين شرحه بيها، اشتريتها جاهزه نسيت اسوي الشرحه، بس اشرحها بهاي الطريقه. وأبدي بالتتبيل، أتبلها كلها يعني من الداخل ومن الخارج. هسه راح أبدي بعد ما تبلتهم راح أبدي أقلي بالزبادي. السمك ريحته تضوج، من نقلي يصير البيت كله ريحة سمك. فلهذا سديت الأبواب الغرف والصالون، فتحت الشباك، شغلت الشفاطة على مود الريحة، ونفس الوقت خليت الشمع عبر الريحة شغلت، وخليت البخور حتى لا تصير ريحة هواية بالبيت. يعني السمك طيب وخطية، مأكول ومذموم، ما نقدر بلاي سمك ونضوج من ريحته، فخطية المسكين هم مأكول وهم مذموم، شي يسوي؟ شوفوا البخور والشمع عبر الريحة، خلته على مود
داغني الزبادي. بعدها بعد ما كملت تقلى الزبادي خليت شوية زيت على النار، أخلي البصل هذه للحشوة. أضيف له شوية ملح للبصل بس يبدي يذبل. يذبل هذا البصل راح أضيف له المعدنوس والباقي البهارات والكشمش. بعدها أضيف الكشمش أقلبه شوية ويا البصل. أضيف المعدنوس وأقلبهم. وباقي قلنا هذا الكركم والملح الباقي منه فضلته. أضيف بعد شوية اللافن وبصرة. أضيف الهيل. أضيف الفلفل الأسود. أضيف شوية ملح وأقلبهم. أرفع من هذه الحشوة نصها أرفعها وأخلي التمن فوقها. هذه الحشوة نصها رفعتها راح أخليها على الوجه والباقي ويا التمن. أفرغ التمن وأخلي المي أضيف لها شوية ملح، يمكن الملح قليل خليت شوية له مي لأن المي هم دا أحسه قليل، وأغطي إلى أن ما ينشف هذا المي وبعدها راح أكمل. مثل ما تشوفون بعد ما نشف مي التمن أقلبه شوية. وأجيب الزبادي أخليه فوقه وأغطي وأتركه يتهدى التمن وأرجع لكم. هاي أكلتنا صارت جاهزة. نشيل السمك خليه على جهة. اليوم عيد عندنا. أفرغ التمن كل مرة واحدة. الزبادي أسويه ما شكلهم حلو. أجيب الحشوة وخليها أوزعها. نجيب اللوز
واخلي شرايح الليمون. واقدمه. هي هاي كانت وصفتي لهذا اليوم، اتمنى تعجبكم الوصفة، جربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.